الفريق كامل الوزير وأيضا الكابتن الشمسي خلال المؤتمر الصحفي من الزميل هاني نحاس. هاني نحاس اللي بيتابع وبيتابع أعمال ونشاط مجلس الوزراء، سأل الزميل هاني النحاس الفريق كامل الوزير والكابتن محمد الشمسي عن البحر الأحمر وقناة السويس وحركة الملاحة، وكمان الخط التجارة العربي اللي كنت بتكلم حضراتكم عنه امبارح وأول ويمكن على مدار الثلاث أيام اللي فات وبتكلم عنه، اللي هو بيربط حركة التجارة من بين الأردن من خلال ميناء العقبة الأردني إلى ميناء طابة إلى ميناء وميناء نوبع في مصر، وحركة تجارة من العراق الشقيق ومن دول الخليج، نتكلم المملكة العربية السعودية، بنتكلم الإمارات، بنتكلم بحرين، بنتكلم قطر، بنتكلم سلطنة عمان، خط العربي والتجارة العربية واللي يمر بمصر أيضا ويتم خلال الأردن إلى مصر. فريق كامل الوزير النهاردة اتكلم عنه، اتكلم وشرح يعني معلومات مهمة، واتكلم كمان على حركة التجارة بشكل عام. ماذا قال وماذا كان رد الفريق كامل الوزير النهاردة على الزميل هاني النحاس عندما سئل الفريق كامل الوزير عن حركة الملاحة وهل تأثرت قناة السويس ولا لأ؟ طب احنا بنعمل ايه اللي موجود؟ هل اللي احنا بنعمله النهاردة ده بديل للقناة ولا ايه؟ نسمع. اول امبارح طلعت زميلتي وزيرة النقل الأردنية بيان، وانا طلعت امبارح بيان. طبعا بلا شك في تأثير على الملاحة بنسبة ما، ولكن في مجهودات دلوقتي بتبذل كتير جدا حتى لا تتأثر حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس، وخاصة ان البضاعة دي يعني ايضا بتهم ناس محتاجين غذاء ومحتاجين أدوية ومحتاجين مدخلات إنتاج ومواد ومدخلات أولية، فمفروض توصل لمقاصدها النهائية في الموانئ العالمية كلها، سواء اللي جاية من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا أو إلى حوض البحر المتوسط أو العكس. علشان كده احنا دايما بنقول نبقى عندنا وسائل بديلة مش ممرات بديلة لقناة السويس، لأنه لن يكون في يوم من الأيام في ممر آخر سواء بحري أو نهري أو سككي أو بري بديلا لقناة السويس. لن يستطيع أي من كان أن يعمل ممر موازي أو ممر بديلا لقناة السويس، لأن قناة السويس زي ما قلت قبل كده المركب الواحدة بتشيل 24,000 حاوية، القطر مهما أوتي من قوة يقدر يشيل 200 حاوية 100 حاوية، يعني تقريبا بنقول المركب تقريبا حوالي 240-300 قطر، فده طبعا حجم تداول كبير جدا بيتم في قناة السويس ولا غنى عنه. ولكن بنقدر نعمل ممرات مساعدة لظروف زي هذه الظروف، مثلا زي الممر اللي احنا اعلنا عنه في مصر وفي الاردن وفي العراق، واشقائنا العرب ان شاء الله باذن الله مرحبين وهينضموا ليه واحده واحده، وهو احنا قلنا ممر او خط التجاره العربي، خط التجاره العربي اللي بيبدا من العراق فالاردن فمصر، يربط ما بين ميناء الفاو في العراق الجاري تطويره حاليا وحتى ميناء العقبه في الاردن عبر الاردن عبر العراق والاردن، فيه شركه عربيه اسمها الجسر العربي للملاحه بتعمل حاليا وبتعمل من تقريبا من 20 سنه او اكتر ما بين العقبه في الاردن الشقيق وبين نويبع، وبتعمل لها دلوقتي كمان ميناء اخر في طابه عشان تربط ما بين العقبه وطابه، ثم بالسكك الحديديه الجاري تنفيذها دلوقتي من طابه الى العريش، يبقى ربطت البحر العربي والخليج العربي والمحيط الهندي بالبحر المتوسط عبر مجموعة من الدول العربية الشقيقة، وده هيكتمل بالكامل لما العراق الشقيق بيشتغل دلوقتي أو بدأ يصمم ويدرس دلوقتي يعمل ما يسمى بخط التنمية عندهم اللي هو طالع من الفاو شمالا، هناخد فرع منه ندخل غربا في اتجاه الأردن، لما الأردن الشقيق بيخلص السكك الحديدية بتاعته، لما السعودية الشقيقة بتشتغل في السكة الحديدية بتاعتها، لما خط الربط العربي للسكك الحديدية أيضا اللي هيبدأ من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان يكتمل، هيبقى في شبكة من السكك الحديدية هتصل إلى
من العقبة إن شاء الله بإذن الله كل ده عبر الجسر العربي إلى طابة ومنه إلى السكك الحديد اللي احنا بنعملها دلوقتي وانتوا كلكم شايفينه قريب جدا هتشوفوا القطر وهو داخل سينا وهنكمل السكة من العريش حتى طابة عشان نكمل الربط ما بين زي ما قلت البحر العربي والخليج العربي في أقصى الشرق والبحر المتوسط. يبقى ربطنا، هل ده بديل عن قناة السويس؟ لا، هو مساعد في بضائع هامة، في بضائع تعثرت، في أدوية، في حاجات عجلة محتاجة تتنقل. احنا جاهزين وبنعمل دلوقتي كده مع أشقائنا في الأردن، كانت بضائعتهم بتتصدر من مواني أخرى على البحر المتوسط، دلوقتي المواني المصرية بتصدر كل الصادرات الأردنية من ميناء شرق بورسعيد وقريبا للعريش. العريش بس مشغول وفي تطوير وفي استقبال المساعدات اللي بتيجي الى اشقائنا في غزة، فبتصدر كل الصادرات الاردنية وايضا جزء من الصادرات العراقية في سكتها الى البحر المتوسط من المواني المصرية.